السلام عليكم. طبعا هذا النعام الافريقي يتميز بين الذكر والانثية. هذه الانثى لون البني وهذا الذكر لون الاسود. شوف هاي اللي جاية الحين هذه نثية وهذا ذكر. الذكر يتميز ضخامته اضخم من الانثى. يعني مثلا هذا الذكر بالغ عندنا، هاي ذكور صغار. هذا الذكور الكبيرة، هذا ذكر. عندنا الذكر يتزوج أزيد من أنثى، يعني يتزوج أزيد من 5-6 وحدات. يجمعون من البيض، إنزين يتزوج تقريبا إلى 3 إناث إلى 4 إناث. بعدين يختار واحدة من الإناث كلهم، يختار منهم واحدة بس هي اللي تقعد على البيض. النعام الأفريقي من أضخم الطيور في العالم. وهذا النعام الثاني الإيميو، هذا الحجم ماله يتميز نفس الشيء، يكون الذكر أغمق من الأنثى. هذا أما هذا النعام الأفريقي، هذه الأنثى. هذا الذكر. الذكر دائما أضخم من الأنثى. هذي وهذا الإيميو، هذا أحجامه ما تكبر زي ما تجد الإيميو. هذا